ثقافة أمنية وقانونية. بسم الله الرحمن الرحيم. في أناس كثيرين تعرضت أموالهم للضياع بسبب أنهم أقرضوا أموالهم للغير على سبيل الدين أو السلف، ولما حان موعد السداد تحجج المدين أو المتسلف بأن ما عنده حاليا فلوس عشان يؤدي الدين، بل البعض أنكر تماما أن استلم أي نقود من الدائن. في حلقة اليوم من الثقافة الأمنية والقانونية يا أخوان بنوضح الأخطاء اللي قد يقع فيها الدائن، وفي نفس الوقت كيف يضمن ويحافظ على حقه، وبنتصور ثلاث تصورات. التصور الأول، تسلف شخص مبلغ من المال بدون أي إثباتات أو أوراق، وفي هذه الحالة بتكون وضعت مصير أموالك بين يد المدين أو المتسلف، واسترجاع حقك بيعتمد على ذمة المتسلف وأمانته. التصور الثاني، تقرض شخص نقود ويكون بينك وبينه ورقة حكومية مذيلة بتوقيع كل منكما وفيها شهود في نفس الوقت. في حال عدم سداد الفلوس تستطيع أنت كدائن أن تلجأ إلى المحاكم المعنية في وزارة العدل، لأن بينكم اتفاق مدني، ولا تروح إلى مركز الشرطة لأنه مو بصاحب اختصاص وما بيفيدك وبتضيع وقتك على الفاضي. ميزة التصور الثاني، في ميزة التصور الثاني أن المتسلف ما يستطيع أن ينكر بأن اقترض من عندك دين لأن بينكم ورقة حكومية، على خلاف التصور الأول لأن ما بينكم أي إثبات. التصور الثالث والأخير، وهو الأمثل والأضمن للحفاظ على حقوقك، هو أن تتجه أنت والمدين إلى مكتب التوثيق اللي بمجمع التأمينات اللي بشارع المعارض، وتبرمون سند يسمونه السند المديونية، بين قوسين سند تنفيذي. هذه السند يمكنك أنت كدائن في حال عدم سداد المدين أو المتسلف مبلغ الدين من الذهاب مباشرة إلى محاكم التنفيذ، وبيكون حقك مضمون لا ريب فيه، وبتحصل عليه بصورة عاجلة وبأقل جهد، على خلاف التصور الثاني. ودائما وثقوا حقوقكم يا أخوان حتى لو كنتوا أهل، استنادا إلى قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مع تحيات الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.